هذا البرنامج برعاية ولا حدا. عزيزي سبونسر تواصل معنا من خلال الإيميل info@hassanesheikh.com. حسانو تست تست مايك 1 2 كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ بس على فكرة أنا عم عندي من الموبايل فعايزة أعمله من على الكمبيوتر. بدك تفوتي على الزوم على الكمبيوتر ومن الزوم على الكمبيوتر نرجع نتصل فيك مرة تانية. بالضبط. يلا يا ريت لو تبعت لي اللينك بعد إذنك. ما فيش لينك. I added you as a username. اليوزر نيم هيكون موجود على الزوم على الكمبيوتر. اوكي. انا لاني انا ما استخدمتش قبل كده من على الزوم على الكمبيوتر. فبدك اوكي داونلود زوم على انت الكمبيوتر تبعك ويندوز ولا ماك؟ ماك. ماك. اوكي عندك زوم از اوكي ذس از ذا ويب سايت. انا عايز الابلكيشن نفسه. Did you download? You need to go to the App Store or from the App Store to download the application and then sign in with the username and password بتاع Zoom نفس اللي على الموبايل وبعدين من هناك بيمشي الحال. I think I have it. This is the one. وين مش شايف؟ لا هذا ويب سايت. No, لا لا اي تحت 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 ايوه الازرق هذا زوم ايوه اكبسي عليه. افتح يا معلم. اوكي هايدي شو مكتوب هلا ساين ان جوين مش جوين ا ميتينج ساين ان ساين ان ساين ان ريم سبري فيرست ساين ان ادم مش الحال تكنولوجي ايفري وير ليديز اند جنتلمن بويز اند جيرلز اهلا وسهلا شباب الطيب ولا اي لاف ات مان خلينا نشرب شاي ميراميه بالزنجبيل استوت مدينا احنا كوفي انتوا جماعه الكوفي انا ما بشرب كوفي من أنا ننوستي بتشرب one mug a day that's her tradition وبس أنا recently بدأت بقصة ال one small cup a day مشان أخلي مع البيبي لا ما له علاقة البيبي لا لأنه قرأت عن فوائد القهوة أنه كتير كتير مفيدة anti oxidants وللقلب وشغلات مثل هيك ويعني شغلات كويسة يعني بقى لي أبو 10 سنين عم بحاول دخل كوفي بحياتي لا تعني بس لي بس والله I love that you're adopting healthy lifestyle ليكي يعني ما أنا أبعد إنسان ممكن تعرفيه عن الكمال يعني بحاول ولكن أكثرهم محاولة بحاول قد ما فيني يعني هلا من شوي أكلين فرنش فرايز مع آيس كريم بتغمسي الفرنش فرايز بالأوريوز والآيس كريم آيس كريم أوريو ماك فلوري طيبين فشايف الخبصة وبعدين تيجيك بالليل بتقلك ما تتعشى مان مشان ال 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 الانترميتنت فاستنج لأنه صوم وتصح وتصح وبيقلك كل صحي مان وبعدين صوم بس أنك تخبص خبص وتصوم يا ست معنى كل واحد له دين كل واحد له طريق أنا دخلت هوت أنت دخلتي هوا دخلت اهوت عند لا دخلت اهو يعني عند حسان الشيخ انت على الزوم هلا على الكمبيوتر طيب معناتها لازم نسكر الشات هلا باي من هون يلا باي اتصلي فيني من هناك او اكشلي انا بتصل فيها من هناك يفضل اذا انا بتصل فيها من هناك بيمشي الحال احسن الكاميرا تبعتي متعلق وتعمل مشاكل التقنيه هيدي شو من العادات الصحيه اللي بتتبعوها جد والعادات التخبيصية اللي بتتبعوها تواصلوا معي من عن طريق الإيميل info@hassanesheikh.com أنا نائع ميرمية مع كمون ما حدا يسأل ليش يعني بس إيه والله ميرمية مع كمون وخالطن بشو خالطن نسيت إيه زنجبيل الأمور طيبة الحمد لله it's healthy ايوه هلا شبكنا مع ريم صبري انا مسمعك ايوه شايف نظبط السيتنجز لا حول الله يا ريم هلا من شوي من 3 4 ساعات لما نسقت معك قلت لي مسمعك يعطيكم الف عافيه كنا بنمدحك بنقول انه الاستوديو تبعك جاهز على طول وامورك طيبه I can't hear you you can't hear me because you did not accept المايك اوكي okay. لأنه بس تتصل بزوم مع الشخص بيقول لك use internal audio for voice call لا حبيبي I don't wanna use internal audio بدي اتفرج على الصورة بس والباقي هستخدم لغة الإشارة يعني زوم بيتخذ مرات أو بيسألك أسئلة ممكن لو سمحتي بيبي كاست مي تكرم عينك حبيبي كاسة كبيرة ولا صغيرة كاسة كبيرة باردة ولا سخنة
سخنة كاسب مسكة ولا بلا مسكة؟ حل عني ما خشربونا مي وخلصوا. زوم this is exactly what Zoom does. الحمد لله. فما خلينا نشوف زريم كبسة connect audio أو call abusing internal audio. ريم صبري is connecting to audio. ريم صبري المفروض connected to audio. يا رب. The computer audio. أيوة. عم التم. يتكلم كده. كده سمعك. أيوة. برافو عليك. ريم صبري صرنا 5 دقايق و23 ثانية عم نسجل والجماهير أيوة. كلها مترقبة لتعرف شو عم بيصير ومن أنت وما الذي يحدث وشو القصة. ريم صبري أحكي لك القصة. أول شيء بتشكرك for being with us on this small journey, small podcast. تركتي أثر اضطرني. شوفي تركتي أثر مش يعني مش اضطرني مكرها، لا هذا سوء استخدام للكلمة عذريني. لو يهمك. أسعدني إني أستضيف شخص مثلك على البودكاست. ريم طبعا هو كائن حي. قابلتها مرتين في حياتي صح؟ مرتين؟ صح مرتين. صح مرتين على أرض الواقع ومرات كتير على التليفون. على التليفون وكان صح؟ كان بصعيد عمل وما كتير يعني اتصلت فيني من فترة أسبوع 10 أيام عم تناقش شغلة صحيح هي عملتها وتجاذبنا أطراف الحديث وتركت هذا الأثر فيني. إنها من الجماعة اللي ما بيستسلموا. إن من الجماعة. شوفي الأثر اللي أنت تركتي فيني وبعدين منقول كيف تعرفنا على بعض. تركت الله. الأثر إنه من الجماعة اللي ما بتستسلم. إعلامية سابقة وحالية ومستقبلية. When I say إعلامية سابقة إنه اشتغلت بالمؤسسات الإعلامية القديمة سابقا سواء راديو أو تلفزيون أو حتى علاقات عامة وهي رح تزيد هلأ من عندها، ولكن بسبب الأوضاع الحالية الشغل وقف ولكن ريم ما وقفت. إذا بتفوتوا على اللينكد إن اللي موجود عندي حسابي الشخصي على اللينكد إن بتلاقي من هالعشرة 15,000 شخص اللي عندي 14,999 شخص عم بدوروا على وظيفة وقلبي وقلب أمي داعي لكل شخص عم بدور على وظيفة والله العظيم يشهد علي أنه أنا أتمنى من الجميع أنهم يسترزقوا من أوسع أبوابه، ولكن شخص مثل ريم ما دورت على وظيفة خلقتها. رأت المستقبل في الإعلام الأكثر استهلاكا بيد الجميع واللي هو اليوتيوب والبودكاست والسوشيال ميديا. العالم عم تستهلك السوشيال ميديا للتفاهة والسخافة ولكنها ميديا. الشركات الكبرى كبرى شركات الإعلام فرض الفيسبوك والإنستغرام والسناب شات والتويتر والتيك توك فرض حاله فرض عليها إنه إذا يا شركة إعلامية يا أخطبوط يا ديناصور يا عملاق يا تاريخ إذا لم تكن موجود على منصتي التيك توكية إذا لم تكوني يا أم بي سي يا سي أن أن يا بي بي سي إذا لم تكونوا موجودين على تويتري ولا إنستغرامي فأنتم في عداد الموتى. وريم ما دورت مع السي أن أن ولا البي بي سي ولا الأم بي سي ولا أي دي ميديا ولا شيء. قررت to join team future واللي هي المنصات الرقمية اللي هزت عرش أربابية الإعلام في الكوكب. بدل ما أنا أركض ورا مؤسسة تعيني ويا رب يقبلوني ويا رب لا، استفادت من وجود الأبلود بوتن تتشارك محتوى إله قيمة بحياتها. هذا الشيء أكثر شيء جذبني بريم صبري. وأنا قلت تلها لننوس ماي وايف حبيبة قلبي ماي بيست فريند تلها this girl اللي هي ريم صبري has to be on the podcast for this reason. فتكلمت بما فيه الكفاية. ريم صبري ازيك؟ خلتني ادمع يا حسن. أيوة. والله العظيم كلماتك دمعتني ولمست قلبي وعقلي يعني كتير علي اللي انت قلته ده. بس لا يا ريم مش غريب عليك يا اختي ليكي حبيبتي والله العظيم عم بحكي ليكي. اول شيء من منطلق اخوي يعني انا بعتبرك مثل اختي. انت اخ عزيز. تاني شيء والله العظيم عم بحكي من كل قلبي وواقع نقطة انتهى. يعني هناك العديد من الفيديوهات بتشهد انه هذا هو ما اؤمن به. عندك حق
طيب عندك حق جدا، وكلامك عشان صادق لمسني، لمسني، بقولك انا دمعت لانه كلامك حقيقي وصح. وانت على فكرة ما تكلمتش معايا كتير، بس انت قلت اللي انا ممكن اقوله اكتر منه كمان، God يعني bless you. God bless you, كلامك sister. حقيقي. شكرا شكرا. وانا خليني احكي لك بس اول شيء، وكل الناس اللي بيسمعونا، انا من متابعينك ومن معجبينك من زمان، يخلي لي اياك يا رب. شكرا. وصار لي الشرف اكتر انك انت تاخد بالك من المواهب اللي موجودة على الساحة، ودي اكتر مكان بيميز حسان الشيخ. يخلي لي اياك. شخص شكرا. البرسوناليتي وايز ما شاء الله عليه، بيحب يسوشيالايز مع الناس ويتعرف على الشخصيات من يوم يومك. ومن ساعة ما دخلت عالم السوشيال ميديا برضو فرضت نفسك زي ما انت كنت فارض نفسك في الراديوهات وفي المجال الإعلامي. تسلمي وجاء لي يا الوقت رب. سبحان الله، لأني كنت دايما بتابعك وبحب طريقتك وهزارك، هزارك الهادف يعني، حتى هزارك يا حسان كان ليه معنى. الحمد لله. لازم عندك بعد من غير مسج انسي مان، بالظبط بالظبط. انسي. وعلى فكره انا بكتير بحب الاشياء اللي انت بتعملها انت ونينا، ومستنيه الزغنن يطلع ان شاء الله قريب على السوشيال ميديا النوس ونتابعه. بدنا نطلع عصيان دي على السوشيال ميديا. لا تلكني لا لا اوكي، لا، ما انا مستنيه براحتكم خالص. خلي ريم صبري. كيف بس نعرف بعض؟ احنا انا غير ان انا كنت بتابعك يا حسان على طول، انا اشتغلت فتره من الفترات في المؤسسه الاعلاميه ابو ظبي للاعلام، نعم. وفي ستار اف ام كنت بتدرب فيها وعملت بروجرام هاي قبل ما انت تيجي قبل ما وتمسك اشتغل بستار اف ام. بالظبط. على فكره انا تقريبا زي ما بيقولوا ايه 15 سنه خدمه في ثانوي يا اعلام. عمي. ايوه 15 سنه، ما شاء الله. على قد ما تعبت وعلى قد ما واجهت، مش عايزة أقول فشل، تحديات هي اللي صنعت ريم الوقتي، هي اللي وصلتها للمرحلة اللي هي فيها. فكنت شغالة، ردا على سؤالك، اشتغلت في مؤسسات كتيرة، ولأني بحب دايما أتابع كل جديد، فأنت لفت نظري قوي ورانيا واللي أنت كنت بتعمله الصبح، فكنت بتابعك. ولأني دايما كنت بدق الباب ومقتنعة أن الإنسان الناجح لازم ينوع من مصادر دخله ومصادر عمله، فما كنتش بس حاصره نفسي في مجال البرودكاست سواء كان راديو او تلفزيون او اشتغلت في مجال العلاقات العامه، بي ار، عملت ديفرنت كامبينز، وكان لي شرف اشتغل مع مؤسسات حكوميه وخاصه. جميل. فكان بيتطلب الموضوع ان انا اعمل ميديا ريليشنز، فقلت استخدم الذكاء انه بدال انه لغايه دلوقتي مش متاح ان انا ابقى في البرودكاست باختلاف انواعه، خليني استخدم الميديا ريليشنز اللي عندي في تطويعها للكامبينز اللي انا شغاله عليها. جميل. ومن هنا بدات الحكايه. كان اول اتصال لي كان في مشروع اسمه فينيشن فيليج. I remember Venetian Village. يس بالظبط. فاتصلت وقلت لك حسان ازيك، الو، قلت لي الو اهلا يا اختي، انت دايما مرحب باللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ودي من أجمل الحاجات اللي لازم تكون عند أي إنسان عايز ينفتح على فرص وينجح ويتطور، ما يقفلش نفسه على العالم الخاص بتاعه، ينفتح للعالم عشان الفرص تجيله. فأنت قلت لي أيوة أنت بتشتغلي فين يا ريم؟ قلت لك أنا دلوقتي بعمل بي آر كامبينز وكذا، قلت لي الله يكون في عون جماعة البي آر. أنا فاكرة جد اليوم ده. الله يكون بعون جماعة البي ار مان. اوفر ورك اند اندر بيد. عن جد يا عندك بالظبط. انا فاكر اليوم ده 16 من هنا. كامبين تشتغل عليهم 3 ايام. دبر حالك يا حبيبي. ايش في مان؟ بدي الكامبين تنزل بالصيني بس انا بحكي بس عربي. دبر حالك. اي نو. لا وبعدين انت عارف حسان، المشكله في عالمنا يعني في الوطن العربي دايما المفاهيم الوركس او المجالات المختلفه مختلف عن العالم الخارجي او العالم الغربي. البي ار عندنا انك انت ازاي تعرف تعمل علاقات حلوة وكده، مع إنه هو مش كده تماما، مش ده الحقيقي يعني. أكيد لا. المهم عرفت، تعاونت معايا جدا، وتعاونت معايا لمشروع كان مشروع توعوي بالتبرع بالأعضاء، طبخ في دولة الإمارات. I love تبرع. بصراحة أنت بتتبرع بأعضائك؟ أنت من الأشخاص اللي أيوه يس أنا حاططها على أيوه موبايلي، وأنا ونينا يس إذا أبدا من ماي. إذا إذا ربنا سبحانه وتعالى قرر إنه خلص وقتنا على كوكب الأرض، أي شيء صالح استخدموه يا جماعة. نحن قولا واحدا مع هذا الشيء. أنا مع الشيء ده جدا، عشان كده كنت بشتغل في الحملة دي من قلبي. أي شيء يفيد خدمة الإنسانية سواء في حياتك أو بعد مماتك فهو لصالحك في الآخر. للأسف لما فتحت عيوني على الكامبين هذه بتشوف يعني بتشوف مدى أنانية الإنسان. يعني كمان ليكي
استخدام كلمة أنانية الإنسان شوي ممكن يكون قاسي، لأنه في ناس يعني بعدها بتفكر بأحاسيس ما بعد الموت، ولكن لما بتشوف طفل أو مراهق أو أم ناطرة سنين مشان تاخد قلب أو كلوة أو عين أو جزء من الجسم مشان يخلي هالطفل مع أهله، أو مشان يخلي الأم على رأس أولادها، وأنت مش موجود يا أخي، أنت وجسمك مش موجود، كمان تبخل عليه بالقلب يا أخي، أو تبخل عليه بكلوي أو بكمان، حرام يعني، بيجعك قلبك، ينطروا سنينها سنوات. لا لا، أنا الإحساس يا حسان نعمة، الإحساس نعمة والله العظيم، إنك أنت توصل لمرحلة إنك تحس. في ناس أصلاً ما عندهاش المرحلة دي، ودي المشكلة في حد ذاتها. يعني الاتيتيود أو طريقة التفكير بتاعتك دي مش موجودة عند ناس، فالإحساس نعمة. الله يا رب ما يحرم حد إنه يعرف يحس، ويعرف يحس بالغير وبالآخر. هي بلوة لما ربنا بيغلظ قلوب العباد، هي بلوة. والله لما عندك لما بنغمس الشخص بالأنا والذات والنفس والوسواس والمعاصي، قلبك بيكون غليظ شديد. عندك أحلى من الرحمة مفيش، وأحلى من التعاطف مفيش. وده يمكن رد بسيط على إحنا زي عرفنا بعض وفضلنا بقى نتكلم وتتوالى المكالمات. وأنا مش هنسى أبدا أول لما طلعت اليوتيوب شانل وبكلمك، كنت بحاول أدعم صديق، ودي برضو من المواضيع المهمة جدا. هذا الصديق راح يطلع معي على القناة على فكرة، هذا الصديق محطوط اسمه على الليستة. هلا بنحكي عنه بالأخير. يستاهل. بيستاهل. هنحكي عنه ويستاهل. اللي عايزة أقوله لك برضو كمان، وأعتقد إن دي رول في الحياة، كل ما تدعم وتساعد بترجع لك أضعاف مضاعفة. أيوة. يعني دي حاجة موجودة. فأنت سبحان الله كنت بتصل بيك عشان أدعم صديق، لقيتك بتقول لي وإنتي عاملة إيه الوقتي؟ قلت لك أنا والله يا حسان بطلع القناة. فقلت لي طب استني كده، وفتحت قدام القناة قلت أوه جيرل you're doing really good واو. ولقيتك بتقول لي ريم لازم تعملي لايفات، ريم لازم تعملي بودكاست، ريم لا، حمستيني لدرجة إن أنا قمت من على الكرسي وقلت الوقت يعمل لايف. وفعلا قد كان دخلت عملت سيرش، بحثت غير الحلقات اللي بنزلها وبشتغل عليها بشكل أسبوعي، دخلت أشوف برامج أعمل منها ستريمينج وتكون شكلها بروفيشنال. يعني لازم تعلمت الستريمينج بهاليومين؟ تخيل. عم تمزح. تخيل كلامك very good ما شاء الله. ما شاء الله you're very good. لا يخز العين. أنا فكرتك بصفتك حربية قديمة، يعني بصفتك ستريموية قديمة. لا بتعملي ستريم very very good. وهلا لك الستريم تبع العبودية والوظيفة وكيف تهرب من الوظيفة تبع المرة الماضية، يعني كان في couple of غلطات عادية بتصير، يعني طلعتي أنت على الكاميرا بعدين بلشت الكاونتداون بعدين طلعتي. It's fine it's cute. بس لشخص أول مرة أو بتعلم الستريمينج مبارح، من طولي بالك جماهير، يعني من جماعة لا توقف قولوا فعل. I like that I like that. برافو برافو. عن ماذا تتحدث قناتك؟ إيه؟ قناتك عن ماذا تتحدث؟ المنصة الإعلامية تبعتك؟ نعم، إنها قناة شبابية بالدرجة الأولى، موجهة لشباب الوطن العربي بالكامل باللغة العربية بالمصرية العامية عشان توصل لأكبر عدد من الناس. الغرض الأساسي غير إن المتعة، الإفادة. أوكي. الإفادة على كافة مستويات الحياة الاجتماعية العملية المهنية الشخصية، من خلال مواضيع يكون فيها مسج ومعلومة. لو تلاحظ كده كل المواضيع اللي أنا اتكلمت عنها لغاية دلوقتي حسان بتمس البنات والأولاد، بتدي مسج من خلال سؤال، وفي نفس الوقت نمتع العين والودان بالصوت الحلو والصورة الحلوة. طيب ليه مش شرط أنا ليش فتحت قناة أصلا؟ لماذا قررت أنك تفتح قناة؟ هقول لك ليه قررت افتح قناه. بعد رحله 15 سنه في ثانوي عام عندي باشن. بعد خدمه 15 سنه اوكي في عالم الاعلام، درست اعلام على فكره في اي او اس. انت جماعتي كمان انا ام اي او اسر. والله ماني عارف ايمان، انتوا كلكم اي او اس طلعتوا على البودكاست وانا مش عارف. انا البابا الوحيد اللي موجود هون متخرج قبل ما تولد، وكلكم ايش في يا جماعه؟ مش هيك، انا مش هسالك اي سنه بس اكيد زمان، يعني صدقيني كنت بجوز ابتدائي لما تخرجت انا.
فاتخرجت من الاعلام جامعه الامريكيه، الشغف بتاعي والباشن بتاعي دايما اعلام البرودكاست بكل انواعه، ويمكن ده اللي خلاني ادخل رحله. عملت الانترنشيب بتاعتي في ابو ظبي للاعلام، جميل، عجبهم شغلي، اشتغلت معاهم في مركز الاخبار، اضاف لي كتير كتير. بعد كده في شخص جميل انتشلني قال لي انت صوتك لازم يطلع في الراديو، صح، رحت الراديو، اتمرست كتير ونزلت في الفيلد، وكنت بعمل فيلد ريبورتينج وحاجات كتير قوي. حلو، بعدين ربنا اكرمني برضو حد كده قال لي لازم يا ريم تشتغلي تي في، ففي قناة كده محلية كانت اسمها قناة بينونة، قناة بينونة اشتغلت بينونة، فيها of 3 سنوات. course، مشروع بينونة جميل جدا. بالظبط، I رائع used to know رائع، half of the producers and directors. لزاز، الجو بتاعهم جميل جدا. جميل، وبعدين وقتها كنت بخلص الماسترز بتاعتي في آخر سنة ليا في بينونة، الموضوع قفل لأسباب كانت عندهم عايزين يعملوا رينيول أو حاجة زي كده، كان بده يكون في فكنت ميرجر وقتها بين بينونة وأبو ظبي ميديا. بالظبط. وبعدين كنت بخلص وقتها الماسترز بتاعتي، خلصتها. بشو عملت الماسترز؟ الماسترز بتاعتي كانت عن الترجمة الفورية، translation and اوكي، interpreting، حلو، ودي من برضو نوع من أنواع مصادر تنويع مصادر الدخل وتنويع عبقرية، مصادر العمل. جميل جدا، رائع، أيوة بالضبط. وكنت بشتغل وما زلت على فكرة بشتغل freelance interpreter. أي حاجة، anything that makes a جميل. living، anything that makes a living. لك الشخص اللي بيتعلم مصلحة وبيزيد من المصالح اللي بيتعلمها هو شخص ناجح. شوف وين ما بتكبك بتيجي واقف، في ميديا ده بنشتغل حقيقي. ميديا، ما في ميديا شو بنشتغل؟ انا ما بعرف غير ميديا، مشكلتك مش مشكلة السوق. تعلم صح. ترانزليشن، تعلم دي جي، تعلم طبخ، تعلم تسويق، تعلم اللي بدك، زيد المصالح اللي انت عم تتعلمها وكون شاطر. جميل جميل، عندك حق يا حسان. على فكرة على فكرة في حلقة اتكلمت فيها عن ازاي تتبع شغفك، واتكلمت فيها بالتفصيل. اي شيء بتقضي فيه وقتك بالساعات وبتحبه، اعرف ان ده your passion، واوعى تقلل من الباشن مهما كان تافه في عيون نفسك او في عيون الناس اللي حواليك، هيدي الحلقة بيطلع اللي تحف. نزلت ببداية الأسبوع، إزاي تعمل شغل مستقل وتكون مدير نفسك. بالظبط، Go check it هو out دي هي بقناة الحلقة. ريم صبري على اليوتيوب. Thank you حسان. فأنا كمل الرحلة بعدها، كان حظي حلو في حد recommended me في قناة العربية في الـ MBC Group. أوكي، اشتغلت، دخلت عملت تريننج، ما دخلتش إن أنا أشتغل على طول، قالوا لي هنجربك ونعملك تريننج أسبوعين. دخلت الأسبوعين تريننج وبذلت كل جهدي، كنت بروح من 8 الصبح، ووقتها كنت ساكنة في أبو ظبي وبروح دبي، بروح من 8 الصبح أخلص 4 الفجر، وأفضل أعمل تقارير وأتعلم وأسمع كلمة من هنا ونقد من هنا وتريقة من هنا، لغاية لما أثبت نفسي يعني. والله هدول الجماعة التوتوات اللي، ومع احترامي الكامل يعني، مع احترام حفظ الألقاب، الجماعة اللي بس بيحضروا أمام شاشة التلفاز، بفكر شو يابا إنه العمل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا وفي الكواليس الفنية هو عمل جميل مليء بالمتعة ومليء بالضحك ومليء بالسعادة والشهرة. حبيبي هالدقيقتين اللي بتطلع فيهم على التلفزيون في وراهم دم ودموع لبعد بكرة من الكل، من أكبر راس لأصغر راس. عندك حق تريليون المية يا حسن. وعلى فكرة الضغط النفسي مش طبيعي. المهم بقى خلصنا، قالوا لي احنا عايزينك، وكان حظي الحلو أعتقد كمان برضو القدر بيلعب لعبته في الموضوع ده. كان وقتها وقت الانتخابات المصرية وأيام الربيع العربي، وكانوا عايزين حد مصري جميل، عشان يطلع على السوشيال ميديا وكذا وكده. فربنا وفقني، دخلت، طورنا، ترقينا مرة واثنين، ولم يشاء القدر أنه أنا أكمل في قناة العربية. فيني أسأل لماذا؟ لك حق ممكن الرفض، أنا بعرف، بس لك حق الرفض. أنت حبيبي، أنا بحب الشفافية على فكرة. لك كامل حرية، مطلق حرية الإجابة. فيني أعرف لماذا قالوا لك لا؟ طبعا طبعا، هم عملوا حملة كده كتير واستغنوا عن ناس كتير، وأنا من الناس دي اللي استغنوا عنهم. بعد ما كنت بطلع لايف على الهوا، كنت طبعا ربنا رزقني ببنوتة، ما شاء الله، أخدت أجازة شوية ورجعت، رجعت على القناة. كنت كل ما مثلا أفضل قاعدة في القناة أقول لهم أنا خلصت الشغل اللي عليا، طب إمتى هطلع؟
كانت الردود قاسية جدا، وكانوا من ستات والله يسامحهم يعني، بس أنا شاكرة لكل حد حط قدامي تحدي، شاكرة له بجد يعني. كانت تقول لي عندنا تعليمات إدارية ما تطلعيش على الشاشة كده بإيديها يعني، عندنا لا روحي بنفتر يعني أكتر من أقول لها بنفسية طب وسخة. ماشي أروح أقول لها طب بعد إذنك أنا عايزة أفهم، هل صدر مني شيء؟ هل في أشياء مثلا أنا محتاجاها؟ طب قولوا لي أسباب منطقية. لغاية هذه اللحظة يا حسان وأنا ما عنديش أي أسباب منطقية لإني أنا يتم الاستغناء عني أو إنه ما طلعش على الشاشة. وكان على فكرة في أشخاص جوه المؤسسات الإعلامية بدون ذكر أسماء مؤسسات كتير كانوا يقولوا لي الحجاب بتاعك عائق، لو شلحتيه انت راح تكوني سوبر راح تنجمي. وهتنطلقي. فكنت ارد عليه اقول له This is my identity، هويتي يعني. زي ما انت لابس تي شيرت مثلا النهارده لونه ازرق احمر، هل ينفع اقول لك والله غير التي شيرت دوت عشان شكلك يبقى احلى؟ كل واحد عنده حريه. فانا مش عارفه لغايه دلوقتي السبب ايه، بس كل اللي انا عارفاه انا عندي حلم وشغف هوصل بيه بالشكل اللي يرضيني مش يرضي الآخرين. ده باختصار يعني. بعد ما خلصت قناة العربية وكانت مرحلة أنا كنت بمر بظروف تانية كتير كانت صعبة، زي ما تقول إن الصعوبات والمعاناة بتخرج منها ولادات جديدة 100% بعد سنين من المعاناة. نعم 100%. ما هو بداية جدا حياة الطفل، أنا دائما بستخدم هذا المثل بالكورسز اللي بعطيها، إنه الطفل بيكون قاعد برحم أمه مبسوط، آكل شارب نايم متدفي صح تواليته وأنتو بكرامة قاعد. فجأة لأنه إذا ولادة طبيعية السماء بتنشق وبيجي نور حلو وبينشفط، فبيروح بصعوبة يعني، بيروح برعب بذعر على مكان جديد. هذا المكان الجديد هو الحياة الجديدة الجميلة الأجمل من ما كانت عليه في السابق. هذا واحد. اثنين، تجربة الماما اللي عم تولد والألم والمشاكل والمعاناة والضغط والشوربة الهرمونية اللي بتعيش فيها على مدى 9 شهور هذه. إذا عم نحكي عن أم صالحة ما عندها 70 ناني هي اللي تهتم وتشيل وتنفخ، والأم بس شغلتها تحمل وتخلف وخلص، الباقي على 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 الخدم والحشم. هذا الترانزيشن، هذا ربنا من خلاله أعطاك أجمل هدية في كوكب الأرض إذا كنت عقلانية مش من المغسولة أدمغتهم ولا الضالين. فلولا ما مريتي بهذه التجربة الصعبة، ولولا الطفل لم يمر بهذه التجربة الصعبة، ما كنتوا اثنينكم تذوقتوا حلاوة الآتي. فعشان هيك رائع. كل التجارب لك. في واحد علمني درس كتير 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 قوي، قال لي بتخاف، يجب عليك انك تخاف لما ربك ما يبتليك، بيكون صح. مش قاريك، بيكون انت you don't exist اصلا. والبلاء بيكون في الحسابات، ايه والبلاء بيكون في الشدائد وفي الشغلات المنيحة يعني، البلاء في الخير وفي الشر، كثرة الخير بلاء وكثرة المصايب بلاء. فلما تكون الأمور هدوء، فمعناتها في أنا يا ربي أكثر من الاستغفار، اذكر ربك لأنه أنت نسيت. فأي واحد يمر بضغوطات إن شاء الله لو 20 سنة متواصلة، لا قول الحمد لله برو، قول الحمد لله، ولك أنت عم تنطبخ لشغلة أحسن من هيك. الفحمة اللي صارت ألماسة ضلت قرنين ما عم تنضغط، بالأخير صارت طلعت ألماسة. أنا ما عندي قرنين. بما أنك عم تفكر بهذا الأسلوب، خليك فحمة حبيبي، خليك مكانك سر. اعذريني حلو التشبيه ده، بس كلامك رائع يا حسان فعلا. بعد يعني أتمنى أن احنا نكون أمثلة نبين قد إيه أن بعد المعاناة وبعد الصعوبات اللي بنمر بيها ممكن تصنع معجزات، مش كلام حقيقي يعني. وفي حاجتين عايز أركز عليهم. حلو قوي يكون عندك يقين بالله ويقين بنفسك. إن اوعى كلمات الإحباط، اوعوا كلمات التريقة، اوعوا أي حد يقلل منكو
يمسكم أو يهز شعرة منكم. من أهم الأشياء إنك تكون واثق في كل حاجة فيك وتحب كل ما في نفسك، دي بداية النجاح، إنك تقبل نفسك بس أنا عايز بكل أنحف ما فيها. أو عايز إيه؟ أتخن، أنا عايز أنحف أو أنا عايز أتخن، أو منخاري مش عاجبني، أو شفايفي، أو كرشي، أو شكلي، شمعات بقى، أو وزني، شمعات. أو طولي، أو أنا بتلعثم بالحديث، أو أنا قبيحة، أو أنا أبيح، أو أنا بحب التفاهة، أو هدول، أنا تفاحة لازم أكون بطيخة، أو أنا بطيخة لازم أكون موزة، أو أنا أرد لازم أتعلم السباحة، أو أنا سمكة لازم أعيش بالصحراء. لن أرضى بما خلق الله، أريد أن أكون شيء الرضا، آخر. بداية كلامك حقيقي حلو قوي. الرضا هي بداية الرضا، وإنك أنت تشوف الجواهر اللي عند كل إنسان منه نسخة واحدة. حلو إنك تكتشف أدواتك ومهاراتك والحاجات الحلوة اللي فيك. كل شخص عنده حاجة حلوة، مفيش حد وحش في الحياة، ومفيش حد فاشل في الحياة. أنت إزاي تستغل اللي عندك؟ وده حصل بعد الوعكات اللي أنا مريت بيها كتير، وقمت ويئست وبكيت وانعزلت وأشياء كتير. في رمضان اللي فات ده لقيت حاجة كده نورت. أنت لما بتعقد النية والعزم وبتلاقي حاجة كده بتنور، وبتلاقي الكون وأسبابه بتتيسر وبتسخر ليك في اللي أنت ماشي فيه. صديق لجأ ليا هو الوقت من أعز أصدقائي، هو أصغر مني بكتير ولسه بيبتدي رحلته، لجأ ليا على لينكد إن وكان عايز يوصل لقناة العربية. هو السبب اللي خلاني أفتح قناة اليوتيوب شانل. اوعى تستتفه أو تقلل من أي شخص يجي في حياتك أو يمر عليك. كله حامل دايما رسالة، تفتح بابك، كله حامل لك رسالة الشخص ودرس. exactly. وده الشخص اللي قاعد يقول لي ريم انتي كذا وانتي كذا، انتي ازاي ما تعمليش اللي انتي عايزاه في قنوات التواصل الاجتماعي واليوتيوب وي وي وي. بدأت الموضوع يشتغل في دماغي، قررت، قمت، قلت الوقت. ومع الكورونا حصلت، قلت بس يا معلم الأسباب اتهيأت. الكورونا حصلت وقعدنا في البيت ومفيش شغل، وقلت هتوكل على الله. بنيت استوديو في البيت، قلت يعني what it takes I will do it and I'll go forward. يلا بدأت أعمل، أشوف يوتيوب توتوريالز، إزاي أجيب صورة حلوة، إزاي أجيب صوت حلو، إزاي الإضاءة، إزاي ما أعملش شادو عليا. شوية شوية ما بقيت شاء أجيب الله. كروما، شوية كروما، شوية بقينا نعمل يوه ناس من اليوتيوب شانل تبعها عمرها شهر. يعني أنا فاتح اليوتيوب والله شانل عمر اليوتيوب شانل تبعها شهر شهر يا جماعة، وعم تحكي لي كروما وإضاءة وشادوز ومان. يخز العين يخز العين. لا you've done your homework. دارسة يعني دارسة دارسة. ما حدا درسك؟ ما حدا علمك؟ أنت لحالك كله؟ كله عملته بنفسي ودخلت. بس لازم يعني أقول في فضل للناس اللي دعموني في رحلتي. يعني الشخص اللي انت بتتكلم عليه دعمني جدا من ناحية الموسيقى، قاعد يقول لي خلينا نطلع نعمل حاجة ليكي كوبي رايت، ميوزك كوبي رايت تبقى فور يو. معايا ناس كمان بتساعدني في الكروما في المونتاج. جميل. في كمان يعني أي أنا فتحت دماغي حسان زيك كده، شفت لما قلت لي ريم لازم تعملي لايفات، لازم تعملي بودكاست كذا كذا، بسمع منك وبروح أبحث، ولو مش عارفة حاجة ممكن أتصل لك أقول لك حسان طب أنت إيه اللي بتستخدمه في البودكاست عشان يطلع بجمال اللي أنت بتعمله؟ ما بتكسفش، ده بيزيدني ما بيقللش ليه ما مني. بتخافي من الرفض؟ لا، لازم أتقبل الرفض وكل شيء. ده أنا دربت نفسي عليه، ده جزء على فكرة من عملية الهيلينج. لما حد بيرفضك هو مش بيرفضك لشخصه، هو بيرفضك لأنه هو عنده مشكلة أصلا معك أو مع نفسه. الموضوع مش personal. I like that. إنه ما تأخذ الرفض على محمل شخصي. جميل وجهة نظرك في هذا الموضوع وطريقة البرسبكتيف تبعك جميلة جدا. إنه اللي بيرفضك بيرفضك بسبب مشكلة عنده مش عندك، أنت مش المشكلة. واللي بيقول لك كلام وحش يا حسان، يعني أنا أي شخص مثلا بيطلع يشتم على الإنترنت هذا اللي عنده، أو على الإناء لا ينضح إلا بما فيه. إذا إلا بما فيه. إذا أهلك مربينك ترباية زبالة ممكن تطلع درر. إذا أهلك حاشين شخصيتك ونفسيتك وعقليتك من يعني إذا أبوك بتغزل فيك بيقول لك يا حمار يا بقرة،
شو هذا هذا وانا عم محسن اللفظ فلن تجود الا بلغه الحمير ولغه البقر. معلي عندك حق، عندك حق، كل اناء ينضح بما فيه. فاللي عايزه اقوله لك ان ربنا اكرمني بانه وقف لي ناس في طريقي، لاني نويت ونيتي كانت صادقه، كنت عايزه افيد وعايزه استمتع باللي انا بعمله، وعصاره الخبره والسنين والفيجن اللي عندي نفسي اطلعها. فربنا يسر الاسباب وجاب ناس كتيره في طريقي، منهم انت حسان، واللي انت بتعمله معايا الوقت ده اضافه كبيره كبيره ليا ويضيف لي كتير، وانا شاكره ليك قوي على الفرصه دي. على راسي يا اختي، ولو على راسي، والله على راسي اخوك. لا كوني انا بحس ان ده نجاح، كوني اني اجي في دماغ شخص مثلا محترف ومهني زي حسان او غير حسان ويجي يقول لي ريم عايزين نشارك التجربه بتاعتك او 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 او، انا كده يعتبر حاسه ان انا I am on the right track. You are يعني on I'm the going right, track. right. You're doing 100% right. بس خليني اعيد، بما انه التارجت اودينس تبع او ذا اكشوال اودينس تبع البودكاست حاليا من عمر ال 13 لعمر ال 25 تقريبا، وفي ناس بفئه عمريه اكبر ولكن روحهم بعدها شبابيه. انت قلتي لي انه الفيجن او الجول كان واضح، ما جداً. تريده ريم واضح، كريستال كلي واضح، وضوح الشمس بالضبط. ولكن الطريق لما تريده ريم ما كان واضح. بس بما أنه ما أرادته ريم كان واضح، تعلمت خلال رحلتها لهذا الهدف أن تكتشف الطريق وتكتسب الأدوات، وربنا والكون والكوكب وكل شيء موجود سخر لخدمة هذا الهدف الواضح. So the trick is أنه يكون عندك هدف واضح وقرار بأنك توصل لهذا الهدف. ما بيهم إذا الخريطة واضحة، ما بيهم إذا عندك جي بي أس ولا عارفان من وين تبلش، بس بيهم أنا بعرف أنه بدي كذا وبس. كيف رح توصل لكذا؟ I don't know. ربنا بيرزق، بيسبب الأسباب يا حسان، عارف يعني فعلا فعلا. والله مش كلام، وجربتها. في لازم يكون عندك يقين إن رب البشر ورب الكون لو شافك اجتهدت وعملت اللي عليك هيسبب الأسباب. ما تقولش بقى إزاي ومين وفين، اجتهد، اتعب، اتعلم، وهيسر الأمور. ريم، هيدي الفورمولا بتطبق حتى على الملحد. هيدي الفورمولا والله. لا، خالق الكون واحد حبيبي، خالق الكون واحد والفورمولا واحد، بيقول لك have a crystal clear goal واجتهد and take a decision، خذ قرار انك بدك توصل لهذا الجول، ولك حتى لو ملحد راح توصل على هذا الجول. يعني so technically speaking خذها من اي باك جراوند، المهم تعرف انت شو بدك، ما هي النهايه، ما هي الحصيله. عادي جدا انه الصوره شوي 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 تتغير، عادي جدا انه to be upgraded or downgraded or polished، بس لأنك أنت كمان منك عرفان هذه الرحلة ربنا شو كاتب لك فيها. أنت مانك عرفان أنه بجوز أنت تعتقد أو ريم تعتقد أنه في هذه الرحلة هي الهدف الأسمى لحياتها، ولكن في منتصف الطريق ربنا يبعث لها هدية تغير لها محور الطريق وتوصلها للهدف اللي ربنا خلقها علشانه. ولكن لو ما كانت سعت السعي الأول ما كان وصلت لهذه الهدية في منتصف الطريق. أنت ما بتعرف رزقتك كيف بتيجي. يعني ما بعرف إذا تابعت البودكاستات القديمة، فريند اوف ماين عمر قوتلي، البودكاست موجود على كل قنوات البودكاست طبعا، متابعهم كلهم. ايه، عمر قوتلي كان يشتغل advertising وmarketing throughout his life، ad agency throughout his life، خبرته، دراسته، حياته، عمره، شربه، أكله، ad agencies. اجته وظيفة بالinsurance في منتصف الطريق لأنه فيها شوية زيادة معاش وكان محتاج شوية زيادة معاش. قال لك أوكي، ما بيعرف هو ليش أخذ، قال إيه، قعد 8-9 أشهر، الوظيفة في أبو ظبي، هو ساكن في دبي، 8-9 أشهر وهو رايح أبو ظبي وهو راجع من أبو ظبي، يسب ويلعن بالساعة اللي قال فيها إيه له الوظيفة، إنه أنا شو خبط على مخي حتى قلت إيه لهذه الوظيفة. بتعرفي إمتى اكتشف لربنا يسر له هذه العطية؟ بعد 3 سنوات عندما رزق بأطفاله
واحتاج معلومات عن التأمين. لولا ما كان شغال بنص أم شركات التأمين ما كان بعمره قدر يحقق اللي حققه. ومن القصص دي كتير يا حسن، من القصص دي على فكرة هقول لك إيه، يا ربنا فعلا. وعلى فكرة باختلاف خلفيتك الدينية، أيا كنت أنت إيه، في قانون للكون قانون للكوكب. عدل بالظبط، 1+1=2، هتتعب هتصر هتنجح، بس هتجيب هي هتحصل. كده. وعلى فكرة بمناسبة الهدية اللي انت بتتكلم عليها، مش هتصدق اللايف ستريمينج امبارح اللي انا عملته عن التحرر من القيود الوظيفية، قبل اللايف ب4 ساعات الشخص اللي انا او الستور اللي انا، مش طبعا مش هذكر اسمه عشان البودكاست بتاعك، الستور اللي اتعاملت معاه، اعملي لا بالعكس انا ما عندي اتس ما اوكي نو بيد كلاينتس اي ادفرتايز فور ايفريبادي بس يكون في بيد بقول لك باي ذا واي بيد كلاينتس اذا بدكم تو ادفرتايز اون ذس بودكاست اون مالتيبل بلاتفورمز تواصلوا معي من خلال الايميل info@hassanelsheikh.com يس سير ام ريدي تو تيك يور ماني اند بروموت يور برودكتس if I like them. We are here for you. حبيبي if I like. لا لا listen. لا صدقيني اجاني couple of emails already من clients. I was like no. I don't believe in this product. I don't believe in this service. هذا نصب واحتيال. So you select. I do not want. لا لا لكي. I'm not doing You're this. Selective. For, I'm not doing this for the money. بس إذا اجت المصاري أكيد كذاب إذا بقول لك لا. لا في إذا في اجت مصاري. بس برضو حاجة أكون مقتنع بيها. أيوة لا تتعارض مع ما أقتنع به. إذا حلو جدا. أتعارض أنا حبيبي في غنى ربنا الغني. ربنا اللي بيرزق. عندك حق. الحمد عندك لله. حق. الـ المايك اللي أنا جايباه اللي هو المايك بتاع الاستوديو المحترفين جبته من BHM ستور. BNH بأمريكا. Yeah. BNH بأمريكا. لا لا BHM ستور بدبي. موجود في الإمارات في دبي. أوكي أنا فكرت BNH بأمريكا. BNH فيديو أوديو. يا رب إن شاء الله نوصل. ده من هناك. نوصل هناك. إن شاء الله يا رب الله يرزقنا. ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا. The magic of thinking big. قولي لي BMH store. BHM store. BHM store.com. Okay. أجبت منه. I know them. I know them. Yeah. They are in Dubai. كتير أشياء بيجيبوا كتير أشياء حلوة. صديقي اسمه أحمد خميس اللي قلت لك عليه، هو ما شاء الله عليه في الإلكترونيكس والتقنيات، دلني عليهم وبدأت أتعلم في رحلة التعلم، فتواصلت معاه من فترة يعني، واشتريت منه المايك رود واشتريت الأشياء اللي أنا بعمل فيها الورك ستيشن بتاعتي. جميل. فالراجل تعاملت معاه بس أونلاين وموبايل وواتساب، فلقيته متابع وهو على فكرة مش عربي بس بيعرف يتكلم عربي. حلو. شاف الأشياء اللي أنا بعملها وشاف اللايفات، قال لي أنا عايز اللايف اللي جاي أعملك سبونسر وأرعى الحلقة. بقال بص اللي عايز أقوله. هيدا بقى لك 4 ساعات تطلع لايف. ها 4 ساعات وأطلع لايف. أوكي. وقال لي يعني اختار لك هدية، واختار كده زي كاميرا هولدر فيها مايك وقيمة كتير، وقال لي هديكي لأي حد، وبرضو حتى من خلال البودكاست بتاعتك أي حد يستخدم كلمة ريم صبري REM صبري SABRY على الموقع بتاعنا. الشورت الكود موجود بالدسكريبشن هحطه تحت. Yeah, they can use it in their coupons and they can get a good discount على أي product يختاروه. فتخيل شوف اللي عايز أقوله لك، أنت اسعى واجتهد وعرف الناس، اتكلم عن نفسك، مش شرط انك تقعد تتكلم عن نفسك بطريقه، لازم يكون في اتيكيت كمان يعني في طريقه عرض how you advertise for yourself. 100% بالظبط. والناس بتحب بعد كده تدعمك وتجيلك، وكل الافكار بتحصل. دي بمناسبه الهديه اللي انت قلتها يعني، حصلت I was so happy يعني I didn't plan for it, it just came. هيك كده هيك لوحدها. انت عارف حسن ان الفكره دي جابت في بالي افكار تانية. ما الناس يعني بتجيها فلوس وسبونسرشيب، وانا ونينا هذيك النهار على نفس السياق بس نكته يعني، بس حقيقه صارت على نفس السياق بس نكته، انه قاعدين جوعانين بدنا نتعشى، ما حدا له خلق نو باور، ابننا الله يطول بعمره يا رب ويخلي احباب واولادكم ويرزق اللي عايز يا رب، قولوا امين.
امتص طاقتنا لاقصى الحدود بس جوعانين يا اخي بدنا ناكل. بيب جوعانه اي جوعانه, بيب جوعان اي جوعان, وبنعمل اكل والله ما لي خلق وانا ما لي خلق انا من تينغ تونغ رن الجرس بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي الأكل وصل المسلسلات والله العظيم المسلسلات الكويتية منو جاينا هالحزة نفس الشيء بالضبط يعني الساعة 7-8 المساء خير يعني لا في delivery company لا في delivery company جاي يعني ما في حدا it does not work يعني هدول أرامكس أو طالبين شيء أونلاين كورير ما كورير it does not work. طلع من العين السحرية في واحد لابس ماسك وحامل شيء بإيده. أنا فاتح الباب قلت لها لنينا حبيبتي طالبة أكل أنت؟ قالت لي لا. أنا فاتح الباب عم بقول له عمي لا مش طالبين نحنا we didn't order. قال لي عفوا بس مش الأخ حسان؟ قلت له إيه بس أنا مش طالب. قال لي مش حسان الشيخ؟ قلت له إيه يا عمي. قال لي هدول هدية من صاحب محل فاتحين نحنا تحت جديد. بعتولنا شاورما وبيتزا وورق عنب وشي طيب شي طيب. أنا ونينا طلعنا ببعض هيك يا سبحان الله لا تخرج قبل أن تكبس اللايك. لا عن جد عم بحكي لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. إيه وإذا لم تفعل فعلم أن الشيطان منعك شيطان. لازم تعمل فورورد لستة ورق. من أصدقائك يا ماشي حتفتح التلاجة تلاقي فيها ضفدع. هدول الإيميل فوروردز اللي لهلا مش قادرين نخلص منها. ريم صبري بس شفت إزاي إيه حصل ليه. الموضوع وإنت مجرد ما فكرت فيه والله ده قوة المسجات اللي إحنا عايشين فيها في الكون يا حسن. The power of attraction. The شو اسمه بيبي the power of attraction شو the law of attraction إيه هذا قوة الجذب the law the law قوة الجذب طيب. السر the secret the secret أكتر كتاب كوميرشل في الكوكب أخ the secret بجد مش عجبك؟ هلا لو واحد لا يقرأ كتب أيوة ادخل بقى ادخل في موضوع شكلك هتدخل في حاجة جديدة. لا ما بدي ما بدي ما بدي أنفخ القلب يعني بس إنه لا ما بدي أتطرق لمواضيع شوي مش مش مجال البودكاست بس لشخص بالضبط لا يقرأ كتب سماوية السيكرت بالنسبة له سحر السيكرت بالنسبة له اكتشاف. لشخص لا يتمعن حط تحت كلمة يتمعن مش بس تقرأ يتمعن في كتب سماوية لم يتم التسويق لها كما تم التسويق لـ The Secret فلن يعرف قيمة ما كتب. يعني إذا 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 تمعنتي في الكتب السماوية كلها ستجدين مش بس السيكرت السيكرت وأبو السيكرت وأم السيكرت وابن عم السيكرت كلياتهم بس يجب عليك أن تتمعن ويجب عليك أن تقرأ قراءة تحليلية قراءة فهمية قراءة نقدية مش انه خلص هم قالوا لنا نقرا يعني نقرا لا لا it does not work like that at all whatsoever يعني لانه ما كتب عميق وما كتب يلامس الروح. يعني اوبرا وينفري لما قالت للكوكب انه انت عبارة عن روح في رحلة جسدية ولست عبارة عن جسد going on a spiritual journey which is what everybody's marketing هلا انت عبارة عن روح في المقام الاول في رحلة جسدية. ما تيجي تقول لي أنا I'm going on a spiritual journey. لا يا حبيبي this is called a vacation what you're doing this is not life لما not the real ايه yeah. not the real thing فايه لا yeah. secret جميل جميل مجلة ماجد حلوة جميل اوكي نخليه بما أنك حكيت يعني السيكرت واحد من الأسئلة اللي حبيت أسألك إياها هل أنت إنسانة قارئة هل تقرأي؟ طبعا طبعا القراءة لو انت عايز تبقى مبدع في مجالك لازم تشوف افكار الناس اللي حواليك والموضوع مش بس قراءة انت ممكن تتعرف على تجربة شخص جديد او تسمع فكرة جديدة تكون بمثابة قراءة كتاب يعني وكتير انا بحب اعرف يس يس اعرف من تخالط ايوه ايوه نعم هدول العالم المفكرين هدول العالم ازاي دي على فكره من الحاجات المهمه قوي يا حسان انك to be surrounded with the right هقول لك ايه الاشخاص المناسبين اللي تكون محيط نفسك بيهم مهم جدا في التاثير على طريقه تفكيرك. على اخذت كورسات يعني فتره الكورونا وقبل الكورونا في كورسات رائعه حتى لو انت مش مصدق بالفكر الشخص او المدرب او في انتقادات عليه يا اخي خد الحاجات الايجابيه وسيب السلبي يعني في كورسات كتير حلوة خد الزبدة يا أخي خد الفايدة وكب الباقي وامشي
اه يعني اصلا انا كل ما باجي مثلا اقول ايه، والله انا سمعت حاجه او كورس رهيب حضرته لدكتور احمد عماره. الناس دكتور احمد عماره شخص انا كتير بكن له كل أستاذ احترام، من في ناس الأساتذة، نعم. هيز اميزنج، هيز يعني مؤثر انفلونسر، ف يا ده بالطاقه والطاقه ده علم مش عارفه ايه، ويا اخي طب سمعت هو قال ايه خليك على في الشيشة كورس تبعتك اسمه حبيبي، وبعدين خلي وبعدين في كورس بنتفاهم. انا يعني حسان بنصح كل الناس يعني فعلا تشوفه على موقع اكاديميه عماره، اثر فيا وكان معايا في رحله الانطلاق اللي انا انطلقتها دي، اسمه قوه الكلمه والتفكير، جميل. ازاي من التفكير بتاعك او معتقداتك تقدر تغير النهج والطريق اللي انت ماشي فيه في حياتك. 1000%. ده من الحاجات اللي اثرت فيا جدا. في كمان كتاب انا حطاه حتى في الباك جراوند بتاعي في كل الفيديوهات، الكتاب دوت هو اللي شكل ريمي الجديدة من جوه، اسمه لأ بطعم الفلامينكو. لا بطعم الكتاب الفلامينكو. ده الدكتور محمد طه، هو أخصائي نفسي، هو سيكاتريست اوكي. ومصري. أجمل ما بيميز الكتاب ده يا حسان إنه مكتوب باللهجة المصرية العامية بشكل جميل. علمي رائع رائع. الكتاب ده في أماكن بيقترح عليك موسيقى تشغلها وانت بتسمع الموسيقى تقرأ الكتاب، رابط بالميوزك والحاجات العملية في حياتنا. energies with frequencies. يب I vibrations. love it I love it. من الكتب اللي أثرت فيها وعشان كده أنا حطاها معايا في الباك جراوند، لأنه أنا ممنونة للكتاب ده جدا. جميل. فردا على سؤالك، القراءة مش بس كتب، القراءة إنك تقرأ أشخاص، تقرأ فكر جديد، تنفتح كده عن العالم، تشوف فيديوهات، تجارب، كورسات، كل ما تتعمق أكتر هتحس قد إيه أنت ولا تعرف ولا حاجة. The بجد. more I know, the more I don't know. The more I know, I بجد don't know. آه. Yeah. طيب أسألك سؤال يعني بالله عليك. طب والله ما لي خلق. عيوني لإلك يا حسان. والله ما لي خلق. يعني إلا شو؟ ملل يا أخي القراءة وطفش، وما يعني ما جربت وما خلصت اسمع، صفحة وما مش لازم قراءة، عارف الاوديو بوكس حلوة برضو اللي وانت كمان. رايح في بس العربية رايح. اسمع بلتهي. يعني انا عندي في ناس بيكتبوا لي على البودكاست، انا متعودة اشوف شغلات، بس اسمع البودكاست تبعك بفتح جوجل وببلش اتفرج صور قطط، لازم اتفرج على شيء عم بيتحرك. والله العظيم، والله العظيم. معقول ايه وفي يا اخي؟ ناس بتقول لك ما في انا ناس. بستنى البودكاست بتاعتك يا حسان، وبجيب كوباية قهوة وببقى قاعدة وبتضحكني بحركاتك وبكومنتاتك God وبالحاجات bless اللي you. بتعملها، وببقى God bless مستمتعة you. بس ما اشوفش صور قطط بس بصراحة. جد، كيف بدك تقنعي مراهق او مراهقه انه في منهم ونعم التربايه، من على راسي من فوق بنشاله انا بتعلم منهم، بس في منهم بيقول لك انه خلص بمرحله المراهقه التركيز تبعي صفر مكعب او الجذر التكعيبي لسالب 125 ومش قادر اركز باي شيء وخلص. يا اخي فكنا يا شاطر بس على سناب شات وهاشتاج معصيتي راحتي باخر الليل، غير هيك ما عنده ادنى فكره شو عم بيصير بالكوكب. كيف هدول يبقى هو ده. اه كيف هدول بدنا اتفضل. نحطهم بالقراءة؟ كيف بدي أبلش بالقراءة؟ هقول لك حاجة حسن، هو يبقى كده متقدر له في حياته انه يمشي الرحلة دي. يستسلم يعني؟ لا مش استسلام، آه. هيتعلم بس هيتعلم بشكل صعب، يعني هخليه لغاية لما اقول لك ايه، احنا حينوجع. بنعمل اللي علينا في او المجتمع او الناس او الاعلام، الام والاب والتربية، في عوامل كتير في موضوع المراهقين الوقت دول. أنا بجد مشفقة على المراهقين في الجيل ده، كمية مصادر التشتيت غير طبيعية. إحنا على أيامنا كان الموبايل النوكيا لما يجي لك مسج كان أكبر مصدر تشتيت، لكن دلوقتي عندهم كل أنواع السوشيال ميديا بلاتفورمز. هيركزوا في إيه ولا في إيه؟ يعني بجد انا مشفقه عليهم، فلازم يكون في حاجه اقول لك ايه، تبقى اتراكتيف ليهم عشان تخليهم يبقوا حابين يسمعوا حاجه فيجوال اكتر، حاجه تكون بمستوى التفكير بتاعهم. انت ما تنساش ان احنا لما بنكبر مستوى فكرنا والنضج بيختلف، النضج بتاعك بيختلف، فمحتاج تصاحبهم اكتر، تتكلم بلغتهم اكتر، تشوف ايه اللي بيعجبهم وتتكلم عنه، مواضيع خارج عن المألوف. أعتقد الست دي بتتكلم يعني كلام ممكن، كبير قوي، أما أنا بتكلم كلام كبير للأسف. كلام كبير قوي. بحاول أكون عندي تفاهة، بس تفاهة هادفة.
بحاول. لك علم فن التفاهة عبقري إذا تم استغلاله جداً. بطريقة صحيحة. فن التفاهة أيوة. مدرسة إذا تم استغلاله بالطريقة الصحيحة تستطيع أنك تزرع بذور بتنبت أشجار فكرية عملاقة من وراء فن التفاهة. ولكن إذا تغذيت فقط على التفاهة من غير مضمون أو محتوى بيغذي فأنسى. أنت وكيس البلاستيك واحد. طيب أسألك سؤال. صح. عيوني. ولك حرية أسألك سؤال. ما طول عمر طول حلقة عم بسألك سؤال. هذا السؤال يعني لولا ما طرحتي أنت يعني ما كنت أنا راح أطرحه. وأنا لا بالمجمل ما بحب أتطرق لمواضيع مثل هيك. ولكن لك حرية الإجابة بنعم أو لا. لك حرية الإجابة بتفصيليا لو سمحتي أو ما تفصلي. تقولي لحسان أنا مش عايز أحكي بالموضوع ده. واللي هو أنت تمسكتي بحجابك لأنه هذه هويتك. صار لك X number of years سين من السنوات أنت عرفتي ريم بهذه الهيئة أمام المجتمع وهذه هي الصورة التي ريم الواثقة من نفسها واضحة الأهداف واضحة الرؤية ترى أنه هذا هو شكل ريم الذي تريد أن تقدمه للمجتمع. طيب خلينا نقول أنه ريم اللي عمرها 16 سنة وهي مشتتة بين هجوم السوشيال ميديا وهجوم الفاشيليستاز وهجوم الحملات التحررية التي تمكنت من عذب الكلام وعذب الأغاني ومن قوة الحوار وضعف المضمون. الحوار المش مستند على أسس أو على مبادئ لأنه المتلقي ما عنده لا أسس ولا مبادئ. إذا قلت له قال الرسول كذا وقال الكتاب كذا حيصدق من غير ما يشك من غير ما يشيك بالمصادر أصلا ومن غير ما يفهم أصلا المصدر شو قايل لأنه ما في باكراند ما في معلومات ما في غرس أول. فهذه البنت اللي صحيت ولقت حالها محجبة هلا في موضة فكي من فوق اربطي تحت مثلا فكي من فوق وخلص ما عليك الحجاب حجاب القلب. وهناك العديد من الأخوات اللي تغنوا بحجابهم على السوشيال ميديا لو حصلوا وحققوا مراتب كبيرة جدا بعدين تطلع بتقلك أنه ما ناسبني الموضوع هذه مش أنا وكل الفيديوهات اللي قلتها في السابق كانت كذب. فشو بتقولي لهالبنوت اللي عمرها 16 سنة نقلع نلبس نهدي نفكر شو نعمل بما أنه أنت طرحت هذا الموضوع ولك حرية عدم الرد عن هذا الموضوع أو عدم التطرق إليه. ما يعني أنا ما بحب أفتحك مواضيع بشكل عام. بالعكس يا حسان والله أنا بحب أتكلم قوي في الموضوع ده وأشارك تجربتي لأن أنا بشر في آخر اليوم. أنا مثال من أمثلة كتيرة موجودة على الساحة. بنات كلنا بشر وأهم حاجة أن نقبل ضعفنا ونقبل عيوبنا ونقبل تغيراتنا. ده بيت القصيد زي ما بيقولوا. ممكن أشارك تجربتي وممكن أكون قدوة لناس كتير وإن شاء الله ما أغزلش أي حد بس الموضوع هي عبارة عن منظومة كبيرة قوي قوي. هنتكلم كلام عميق. البنت بتاعت 16 سنة دي بتتغذى بأفكارها ومبادئها من أكتر من مصدر. أول وأهم مصدر البيت الأهل. الأهل دول لما يزرعوا ويربوا النبتة صح ويسيبوا الحرية إن هي تاخد قرارها وتكون مسؤولة عنه يبقى إحنا كده ماشيين أول الطريق صح. لما تيجي المشتتات والمتغيرات الخارجية سواء كان سوشيال ميديا أو غيره وطبعا المغريات كتير وإحنا في الأول وفي الآخر بشر بنضعف لازم مش كل الناس عندها الوعي بتاع الناس اللي شغالة في الميديا. مش طبعا بقول كل الناس شغالة في الميديا عندها وعي فظيع لو سمحت. بس اللي عندهم فكر لو سمحت من فضلك بدون ذكر أسامي بدون I know. تعليق I know can't agree more مش كل بس قصدي مش كل الناس عارفة ما هي المسجات الخفية وراء تلك الدعاية وراء التقليعات ما في حاجات خفية كتير بتشتغل مش كل الأطفال والشباب والمراهقين عارفينها. هنا في أدوار كتيرة غير دور السوشيال ميديا وغير المؤثرين. دور الأهل في البيت إنه يزرعوا القيمة
يزرعوا الضمير، يزرعوا المبادئ الصح في الأول. لما يكون الأسس ثابتة وقوية، مهما كانت المتغيرات اللي بتيجي بتبقى صعب إنها تزحزح فيك. ممكن تضعف، ممكن تبقى عايز البنت تقلع حجابها أو تقول، بس 16 سنة يعني لسه كمان صغيرة، الوقت ممكن 18 20 لغاية لما الأسس والمبادئ عندها تثبت وتقوى. كلنا بنمر بضعف، كلنا بيجي علينا وقت، طب أنا ليه ما بقاش زي البنت ديت، يعني إيه ستايلش كده وألبس ألوان وأروح البحر ألبس اللي أنا عايزاه براحتي، هو ليه أنا ألبس الحجاب وأتحرم من المتع والحاجات دي؟ في قناعات لازم تتغرس من الصغر، إنك أنت مستنية حاجات أجمل من كده تستمتعي فيها في الحياة بعد الدنيا. لو أنت ما عندكيش الفكر ده، إزاي أصلا هتعرفي تواجهي المغريات اللي هي الموجودة الوقتية دي؟ دي حاجات بتتزرع من الصغر ومن زمان قوي. وزي ما في موجة بتهد في السوشيال ميديا، واجبنا الناس اللي عندها مسج وتعمل حاجة خالصة نيتها لوجه الله ربنا، يبقى في موجة تانية معاكسة ومضادة ليها، إنه في ناس بتقلع ومبسوطة وي وي وي، وفي ناس برضو مع احترامنا ليهم هم مش وحشين لازم نتقبلهم، بس في ناس كمان محافظين وملتزمين وبرضو ستايلش وجمال ومستمتعين بحياتهم. لا دول وحشين ولا دول وحشين، الموضوع الحياة اختيارات، والأجمل من الاختيارات إنك تكون مسؤول عن اختيارك، سواء رحت في الاتجاه ده أو رحت في الاتجاه ده. مفيش حاجة صح ولا حاجة غلط، طول ما أنت ما بتأذيش اللي حواليك، أنت حر ما لم تضر، طول ما أنت عارف أنت رايح فين، ما تلبسش أخطائك وتعلقها شماعة على الآخرين. هي مجموعة حاجات كده ومعتقدات، بس في الآخر لا يصح إلا الصحيح. وما هو الصحيح؟ الصحيح ده مختلف عند من كل شخص للتاني. الصحيح عندي لو قلته دلوقتي ممكن ناس كتير تختلف معايا فيه. فالموضوع هو قناعات، الموضوع مبادئ. الصحيح بالنسبة لريم إنه ومين حلو حدد إنك تلتزمي. القناعات؟ ما هو إذا ديننا، تركناها لا لا أمي عفوا شو قلتي؟ ديننا، ديننا أيوة وتربيتنا. بطل معناتها بطل الشغلة قناعات شخصية. طبعا في كتالوج نازل مع هذا الكوكب بيحدد الشروط terms and conditions، الشروط والصلاحيات وورقة الضمان والdos and don'ts، وهيك بتستخدم الحياة أو هيك ما بتستخدمها. هذا الكتالوج، هذا الكتالوج هو أول شيء بالرمى. أنا موافقك على الكتالوج ده، وهو ده اللي بقولك ده اللي عند ريم صح. أنت مستمعينك من كل حتة يا حسان، وفي ناس مش مسلمين، وفي ناس أنا عربية مسلمة ملتزمة، كتالوجي الاحترام الاحتشام، اني امشي على مبادئ اللي ربنا قالها لي، ولو انا ضحيت بمغريات ومتع الدنيا ربنا هيكرمني وهيجازيني في متع الاخرة. ده ريم، وده اللي انا شايفة بيجيب نتيجة حلوة قوي. متعب في زمن اللي احنا فيه وفي المغريات اللي احنا فيه، بس والله نتيجته كبيرة عند ربنا. بس في كتالوج تناسب كل الاديان، مش طبعاً. نحن بس عم نحكي عن دين واحد او عن كتالوج واحد، طبعا ما في ثلاثة، طبعا في ثلاثة اساسية. انت كلمت، انت كلمتني في حتة، حصرتني في حتة واحدة، حكاية الحجاب. لكن انت لو طرقتي هنتكلم، انت طرقتي هذا الموضوع، يعني انا مسكت هذه القصة لانه حاليا من يومين رضوى الشربيني عاملة قصة وطالعة دفعت على البنت المحجبة. ايه بس سمعت سمع، ولم اقم بالبحث في الموضوع او التعمق، انه تم طلبها للتحقيق وطلعت بالحلقة الثانية واعتذرت. هل هذا صحيح؟ ما شفتش الحلقة الثانية اللي اعتذرت فيها. هي بس ما أنا قامت شفت بقوله عبد الله رشدي، الدكتور عبد الله رشدي قال انه ما قامت بقوله، برافو عليها انه هي جملت وحسنت الصورة وقالت كلام جميل بالزبط. جدا. ايه بس انا سمعت سمع انه صار في تبعيات للموضوع. مجلس الحقوق القومي للمرأة، ما عندي فكرة. زي في عمل ورفع وعمل وحاجات كتيرة دفاعا على البنات غير المحجبات. طيب الست قالت كلمة حلوة في حق المحجبات، تقوم تتحارب؟ هو ده اللي أنا عايزة أقولك عليه. ليه حرية الرأي، حرية الرأي موجودة طول ما نافيت الأدب والأخلاق، طول ما طبلت بزميرتهم بس. أما حرية بس. أما تحكي بزميرة تاني ممنوع، هذا بطل في حرية. وبعدين يا حسان الموضوع مش بس حجاب، الحجاب ده بيكمل أوكي، الموضوع أخلاق، أخلاق وشخصية، يعني ما بتأذيش الناس.
إيه بس سيدة. بس أحمد دعدوش بيقلك ياها, بيقلك ياها إنه كيف لك, كيف مين أحمد دعدوش؟ قناة السبيل, go check it out على 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 يوتيوب. رائع, إنسان متزن, جميل جدا جدا جدا. بيقلك كيف لك أن تدعي, كيف لك أن تدعي هو عالم وفيلسوف وثقافي من منظور ديني. بيقلك كيف تدعي كيف لك أن تدعي العفة والطهر والعفاف والتواصل الروحي الجميل الخالص مع رب العالمين ولا ينعكس ذلك على سلوكك ولا مظهرك ولا مظهرك؟ كيف لك إنه عدم المؤاخذة, عدم المؤاخذة, عدم المؤاخذة, شكلك شكل بنات فتيات الليل وبتقولي الطهارة في قلبي؟ كيف لك يا أخي, يا أخي ربنا قال بالقرآن سيماهم في وجوههم, يعني يلعن دين أم هيك وجه. إذا 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 الداخل تبعك تبلع المصحف وتيجي تقلي إنه الطهر في قلبي وأنت شبه فلاني, ما بيصير. It does not register in anybody's mind. If you look like one, you are one. نقطة, انتهى. ما تيجي تقلي لو في طمأنينة وسكينة واتزان في داخلك, ما رح تطلبي انك تقصري ولا تبيني ولا تكشفي لجذب الاهتمام. رح تكوني زن. انا لا اتحدث عن الاسلام يا عمي, روحي شوفي البودست مونكس بس يزهدوا. الرحلة داخلية, it's an internal journey, they don't care You're about right. the outside. عم بحكي عن بودست مونكس يا جماعة, مش عم بحكي عن إسلام ومسيحية وأخواننا اليهود, لا. بودست مونكس لما تفوت بالspiritual journey internal وتوصل للسكينة, you don't give a fuck about makeup nor right. your clothes nor colors nor what people think. انت عايش بي عن جد سيماهم في وجوههم, فتيجي تبيض وتحلف انه القلب, الايمان في القلب وربك. لو الايمان في القلب كان بين على على بوزك, كان بين على شكلك. صح, كلامك حلو على فكره, كلامك يا حسان رائع رائع. وازيدك من شعر بيت, عايز تشوف ان اللي بيحصل دوت حلو صح وماشي مع المبادئ ولا لا, ارجع للفطره. الفطره السليمه, يعني استحالة مثلا تيجي تجيب طفل فطرته سليمة وتقول له اقلع. ايه ده بيستحي دايركت, الناتشرال رياكشن بيستحي. الناتشرال رياكشن مع انه خلق عريانة, مع انه خلق عريان, خلق عريان. الناتشرال رياكشن تبعه بيستحي, نحن منعلمه ما يستحي. اكزاك. الله عليك, نحن بنخلع الحياء من ال 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 بتربية أولادنا وبناتنا. نحن منقول لهم ماما حبيبي عادي تلبسي لونجري على البحر, بس ما اسمه لونجري, اسمه بيكيني, بس بالبيت اسمه لونجري, بالبيت نونو ديدي, بس إذا بحط لك مسبح جنبه حتى لو بط السفرة بتصير اللونجري بيكيني عادي. بيس يا ماما لو سمحتي, نحن مش متخلفين ومتخلفات. شفت ازاي بقى, شفت ازاي ان الموضوع كله بيبتدي من البيت؟ وهو ده اللي بقولك عليه, عايز تشوف ان اللي بيحصل ده صح ولا لا, لا ترجع ولا تسأل مش عارفة مين ولا مين. شوف فطرة الطفل, خليه يعمل الشيء ده, فطرته اللي هيعملها تعرف ان هو ده الصح, لان احنا كلنا اتخلقنا على الفطرة السليمة الصحيحة. طيب بنرجع بنقول لكل الأخوة والأخوات اللي عم يسمعونا, هذا مجرد رأي, ليست فتوى طبعا, ولا قرار ولا decision ولا توجه ولا ولا مبدأ حياتي المفروض أنت تتخذه. هذا مجرد رأي. رجاء 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 ابحث وابحثي عن أصول الأمور من مصادرها الموثوقة, وما تسمع رأي شخص واحد ولا اثنين, لا بل ثلاث, لا بل ستة, لا بل عشرة. ضلك ابحث, لأنه رحلة البحث هي رحلة جميلة. أنا حسان الشيخ من منبري هذا بقلكم, أنا أكثركم خطأ, أنا مش إنسان كامل, أنا مش إنسان مش عاصي, أنا إنسان مستور ولله الحمد. الله يا الله, هذه سمعتها من أحمد الشقيري. أحمد الشقيري مان, وأضم أضم معك في الرأي. هزت كياني هالجملة. الله. أنا لا أدعي العفة يا إخوان, أنا أكثركم خطأ, ولكن ربنا ناعم علي بالستر. إذا الله بده يغضب على حدا بيفضح أم أمه, بيفضح أم أمه, وتروحوا أنتوا تطبلولوا للمغتصب وتطبلولوا لمدمن المخدرات وتطبلولوا للعاهرة الفلانية بحكم أنه I like her art
إلهي هد عليك الأرت كله. الله ستايل. إيه الله ستايل. مظلوم 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 كان طالع من الكلب مخمور والله العظيم ما كان قصده. يا حياتي أنا يا ما المهم ما علينا. كلمتك حلوة قوي حسان وبضم صوتي مع صوتك. أنا مستورة مليانة أخطاء، ربي هو اللي بس يحكم علي، مش مستنية حكم من أشخاص. فحاول اتعلم، حاول طور من حالك، ما تأخذ لا كلامي ولا كلام ريم على محمل الجد. يعني أمورنا في اللوز، هذه مجرد أراء شخصية. روح لعند دكتور أحمد دعدوش، رائع جدا الإنسان، قناة السبيل. روح على قناة ريم صبري، قناة رائعة جدا من منظور شبابي، تتطرق إلى وجهات نظر جميلة جدا في العديد من المواضيع الحلوة الشبابية اللي بتهم الكل. عندها لايف ستريم، وعدتني أنه تبلش بودكاست كمان. هنشتغل فيها مع بعض، وعلى فكرة يشرفني أعمل معك حاجة يا حسن. دون خلاص يلا. تم طال عمرك. تم. أقول لك سؤال، مين بترشحي قبل ما مين ترشحي أكشلي مين بترشحي مين بترشحي يطلع معي بحلقة من حلقات حسان and friends؟ في ناس جميلة قوي. واحد. أيوة قولي اسمه. عايز تتبسط معه؟ قولي اسمه. نفس الرحلة، نفس الرحلة بنفس الأسئلة، مش ضروري نفس المضمون، مش ضروري نفس المضمون، يعني نفس النتائج. بس نفس الرحلة. عندي اتنين أنا أرشحهم لك بقوة. انطلقي يلا. دي جي تامر. تامر حبيب القلب. تامر دي جي تامر تعب كتير قوي لغاية لما يوصل اللي هو فيه، مكافح بغض النظر على اللي هو بيعمله، بس راجل عنده فيجن. اتنين، دكتور عمرو السعداوي اللي طلعت معاه اللايف، الراجل ده زي ما بيقولوا ايه، اتمرمط في حياته. أنا وشو ولقيت المرمطة. اتمرمط في حياته بكل معنى الكلمة. عمل درس موسيقى، درس، كان بيشتغل في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال. جميل. عمل حاجات كتيرة كتير، وبعدين في الآخر عمل حادثة غيرت حياته. لا حول الله. ودخل في طريق علم النفس التحليلي. واو. وبيتكلم كلام حسن تحفة. تامر بالبلد، دكتور عمرو السعداوي موجود بالبلد؟ دكتور عمرو السعداوي في القاهرة. القاهرة. بس he's available، يعني رهيب. نعم. We can do zoom معه. يب يلا he can do zoom. Done. ريم صبري للحديث بقية عن جد لا يمل ما شاء الله. هيك موضوع فتح موضوع، في عندي لسه 20 سؤال لك، بس خليهم لحلقات قادمة إن الله راد. سيداتي سادتي، إذا عندكم أي سؤال بدكم تسألوه لريم صبري، بعتوا لي عن طريق الإيميل info@hassanalsheikh.com. كلمة كثرة الأسئلة كلمة قرب موعد الانترفيو القادمة مع ريم. ريم صبري، في ثلاث طرق لختم هذا البرنامج، باي بطيئة، باي سريعة، أو تختمي بالطريقة اللي أنت حاببتها. انت اختاري حسن. انا عم بسألك ثلاث اسئله، مش هختار. ما دي شوف شغله الميديا، حطيت لي الكره في ملعبي رحت زقها عليك. باي سريعه باي بطيئه، وانت اختاري. يلا اختاري لك واحده من هدول. سريعه.